على شرف الصحفيين اختتمت الدورة التكوينية البيئية بولاية الجلفة، والتي دامت أسبوعين من الزمن، واستحسن الحضور المبادرة مبدين رضاهم على ما قدم لهم. شوف ركب المعلومات اللي عندك، ما اللون هو جدول، ذاك اللي كاين ندير يونيتي تاع تولي الطاقة الكهربائية، لازم نضمن إمداد بالسي أش كار ديما كاين. هذا البرنامج المسطر من طرف وزارة البيئة والطاقات المتجددة بالتنسيق مع وزارة الإعلام والاتصال من خلال المعهد الوطني للتكوينات البيئية. يأتي هذا البرنامج من أجل تكوين إعلاميين في مجالات مختلفة في مواضيع البيئية المتخصصة، من أجل نقل الرسالة البيئية للمواطن بشكل سليم وبشكل بسيط، لأننا نعتبر أنه الإعلامي هو همزة وصل حقيقية وفعالة بين القائمين على قطاع البيئة وبين المواطن. حاجة واحدة أخرى اللي هي هامة جدا، اليوم الصحفيين تسلحوا بمعلومات اللي يسمحوا تسمح لهم باش يتناولوا أي موضوع اللي يخص البيئة. هذه من جهة ثانية. تم الدورة التكوينية المنظمة من طرف وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الاتصال، والحمد لله اليوم تمكننا أن نتعرف على بعض القوانين الخاصة بالبيئة، وكان بعض الأمور أيضا اللي تمكننا من التعرف عليها تخص تجديد الطاقة وتسيير النفايات. نشكر المعهد الوطني للتكوينات البيئية على هذه التظاهرة التي تفيد قطاع البيئة، والذي نطمح أن يعطي الدفعة، وهذا بإشراك وسائل الإعلام التي تعتبر السلطة الرابعة في الدولة. هذا ويبقى التكوين أساس تطور الصحفي في سبيل مواكبته لمستجدات الراهن ورفع راية الإعلام إلى مستوى الطموحات والآمال المرجوة.